بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا في المرة السابقة بصدد الكلام على ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أذى في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإبلاغ الحق إلى الخلق. وهذه الدعوة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه رضوان ربنا سبحانه وتعالى عليهم، كان لها أثر عظيم في تحطيم الطغيان الموجود في مكة، ثم بعد ذلك ما لبث أن تحطم الطغيان في معظم العالم بسبب هذه الدعوة المباركة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد تمثل الطغيان في مكة في نوعين من الطغيان. النوع الأول الطغيان في إعطاء الحق في للأصنام أن تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وأصل الطغيان هو مجاوزة الحد، ومجاوزة الحد هنا في الطغيان كان في إعطاء الأصنام حق العبادة، وهي أحجار لا تنفع ولا تضر، وكان الناس يصنعونها بأيديهم ثم يعبدونها من دون الله ويعطونها حق لله سبحانه وتعالى، حق خالص لله سبحانه وتعالى، يجعلونها لهذه الأصنام. والطغيان الثاني هو أيضا كان في إعطاء حق التشريع لهؤلاء الذين كانوا يعني من كبراء مكة الذين كانوا يهيمنون عليها ويسيطرون عليها من زعماء المشركين، أخذوا حق التشريع. فتمثل الطغيان في مكة في نوعين من الطغيان: إعطاء الحق للأصنام أن تعبد، وإعطاء زعماء المشركين أن يحكموا بغير وحي سماوي. وكان لابد من التصدي لهذين النوعين من الطغيان والقضاء على هذا الطغيان بهذه الدعوة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تكن الدعوة هنا من النبي صلى الله عليه وسلم بسبهم أو بسب آلهتهم أو بالاعتداء عليهم، وإنما كان ذلك بالحجة والبرهان، كان ذلك بالحجة والبرهان. لأن يعني بعض الناس ممن يريدون الدعوة إلى ما معهم من الحق ربما يخطئون الطريق، وذلك بالتعرض للآخرين بالسب والشتم وغير ذلك من الأمور بغير عرض القضية. يعني لابد ونحن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى أن نتمثل أمرين: الأمر الأول هو إبطال ما عند الآخر، أن نبطل ما عند الآخر بالحجة والبيان. والأمر الثاني هو عرض حسن بضاعتنا، يعني حسن ما عندنا من الإسلام. الأول لا بد من إبطال العقيدة التي عليها الناس، فنبين الأخطاء التي هم عليها، أن عندهم كذا وكذا وكذا من الأخطاء. ثم إذا هدمنا هذا الباطل الذي مع الناس، بينا البضاعة التي عندنا وبينا حسن إسلامنا وما عندنا من حسن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي تمثله النبي صلى الله عليه وسلم. أولا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن البضاعة التي عندهم هذه بضاعة باطلة ولا تروج، وأنها لا تروج على العقلاء، وأنها من أصلها باطلة. ثم بعد ذلك عرض النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي جاء به من عند الله سبحانه وتعالى، فاستطاع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك القضاء على هذا الطغيان، هذا التجاوز الذي تجاوزه هؤلاء المشركون من عبادة الأصنام ومن إعطاء حق التشريع لزعماء قريش. وكان أول من أدخل عبادة الأصنام على العرب عمرو بن لحى الخزاعي،
عمرو بن لوحة الخزاعي. أصل العرب كانوا على دين إسماعيل عليه السلام، إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، وهو نبي العرب، ومن نسله محمد صلى الله عليه وسلم. لم يأتي من نسل إبراهيم عليه السلام نبي للعرب، يعني جميع الأنبياء من نسل إبراهيم، يعني إبراهيم عليه السلام كان له إسماعيل وكان له إسحاق أما إسحاق فأنجب يعقوب، وهو الذي يدعى إسرائيل، وهو الذي يسمى إسرائيل. وجميع الأنبياء من بني إسرائيل، من بني يعقوب، إلا محمد عليه الصلاة والسلام فهو من بني إسماعيل، يعني الوحيد الذي جاء من بني إسماعيل هو نبينا صلى الله عليه وسلم. أما بقية الأنبياء بعد يعقوب فكلهم كانوا أبناء يعقوب، أي أبناء إسرائيل، وكلهم كانوا في بني إسرائيل، ولم يأتي نبي للعرب من نسل إسماعيل إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو دعوة إبراهيم عليه السلام. وأن إبراهيم عليه السلام قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فكان محمد عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو من ولد إسماعيل، وكان العرب المفترض أن يدينوا بدين إسماعيل عليه السلام، وكان أول من ابتدع هذه البدعة الضلالة. طبعا عبادة الأصنام كانت موجودة قبل إبراهيم عليه السلام، يعني عبادة الأصنام ليست يعني جديدة في عهد في بعد إسماعيل، لكنها لم تكن موجودة في العرب، لكن عبادة الأصنام بدأت في قوم نوح، عبادة الأصنام بدأت في قوم نوح، وذلك أنه كان بين نوح وآدم 1000 سنة، 10 قرون كان الناس على التوحيد، وأول ما ظهر الشرك ظهر في قوم نوح، وذلك أنه كان فيهم رجال صالحون، وهم ود وسواع ويعقوث ويعوق ونسرا، فلما ماتوا عكف الناس على قبورهم وصوروا تلك التماثيل، وأتى الشيطان فقال لو صنعت لكم يعني صورهم تجعلونها في بيوتكم وعلى قبورهم حتى لا تنسوا عبادة الله سبحانه وتعالى، فخلطوا الحق بالباطل فعبدت من دون الله. لما ذهب هذا الجيل الأول الذي كان يعني لم يعبد هذه الأصنام، وإنما كان يضعها يعني على سبيل التذكرة، أن يذكروا الله سبحانه وتعالى إذا رأوا صور هؤلاء الصالحين، فجاء الشيطان في الجيل الذي بعدهم فقال إن أباءكم وأجدادكم كانوا يستسقون بهم فعبدت من دون الله. فهذا كان بداية ظهور الشرك، وهذا يدل على الأمر الأول، أن الأصل التوحيد وليس الشرك، كما يدعي الفلاسفة أن الأصل أن الناس كانوا مشركين، وأن الأصل الشك وليس اليقين، وأن الناس يعني ظلوا مشركين حتى تعرفوا على الإله بالتدريج، أنهم اهتدوا إلى وجود الإله بالتدريج. لا، الأصل هو التوحيد، والأصل هو اليقين، وأن أول مخلوق من بني آدم اللي هو آدم عليه السلام، أول آدمي نزل على ظهر هذه الأرض كان نبيا، وهو آدم عليه السلام، وكان موحدا، وكان داعيا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. إذن أول آدمي موجود كان موحدا، لأنه كان نبيا وهو آدم عليه السلام. ثم ظل الناس 10 قرون على التوحيد، 10 قرون على التوحيد، يعني 1000 سنة بين آدم ونوح كان الناس فيها على التوحيد. إذن أصل التوحيد وليس الشرك، مش أن الناس ظلوا يبحثون عن الإله حتى اهتدوا وعبدوا الشمس وعبدوا النجوم وعبدوا كذا وكذا. لا، الأصل أن أول ما نزل كان الإيه؟ أول الآدمي نزل على الأرض وهو آدم عليه السلام كان نبيا، وكان موحدا، وكان داعيا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وظل الناس 1000 سنة على توحيد الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن الإنسان يولد موحدا، كيف يكون الأصل الشرك والكفر والشك وغير ذلك؟ الإنسان يولد موحدا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يولد الإنسان على الفطرة، يعني لو أن إنسان ولد
فترك بغير ملوثات اجتماعية، ملوثات عقدية وفكرية من المجتمع الذي حوله، ينشأ يعبد الله ويعرف الله، ينشأ يعبد الله ويعرف الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان يولد على الفطرة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يولد الإنسان على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يعني في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. الحنيف هو المائل عن الشرك، المائل إلى التوحيد. الحنيف هو المسلم، الحنيف هو المسلم. ولذلك النصارى ماذا يفعلون في مواليدهم؟ إذا ولد يغطسونه ويكفرونه، يكفرونه. لو كان هو أصلا يولد نصراني ما يحتاج إلى تعميد، ما يحتاج إلى تعميد. وكانوا إذا ولد الطفل فمات من غير أن يعمد لم يدفنوه في مدافنهم، يعتبرونه كافرا في عرفهم، لأنه ليس لم ينصر بعد، لأنه الأصل أن يولد مسلما. الأصل أن الطفل يولد مسلما، يولد على التوحيد، يولد على الفطرة. فكيف يكون الأصل الشك والأصل الكفر والأصل الشرك وكذا كما يقول هؤلاء المخبولين، وأن الناس ظلوا يبحثون عن الإله؟ يعني الله سبحانه وتعالى لم يخلق الناس عبثا ولا باطلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولم يتركهم سدى سبحانه وتعالى، ركب فيهم فطرا وأودع فيهم عقولا، ومع ذلك لم يتركهم لذلك، وإنما أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا سبحانه وتعالى، حتى لا يكون للناس حجة على الله عز وجل، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة، لئلا يكون للناس حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالرسل لقطع مادة الإيه؟ لقطع مادة الحجة. لأن دعوة الرسل، دعوة الرسل أو دعوة الحق، ليست هي الهدف منها هو هداية الناس فحسب، ليس منها هداية الناس فحسب، لأنه معروف أن كل الناس لا يهتدون، مش كل الناس يهتدون، مش كل الناس يهتدون. الرسول والداعية إلى الله سبحانه وتعالى يدعو الناس أولا لإبلاغ الحق للناس، إبلاغ الحق للناس لمعرفته، لمعرفة هذا الحق. الأمر الثاني قطع العذر عليهم لئلا يحتجون يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى بأنه لم يأتهم رسول ولم تبلغهم الديانة، ولو عرفوا لعملوا غير ذلك من الأشياء. ولذلك قال الله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. إذن قامت عليهم الحجة، قامت عليهم الحجة. يبقى الأصل من الهدف من الدعوة أيضا ليس هداية الناس وتحويلهم من الكفر إلى الإيمان فقط، لكن وقطع العذر على الكفار أيضا حتى لا تكون لهم حجة عند الله سبحانه وتعالى. فنحن لسنا في دعوتنا أننا نحاول هداية الناس فحسب، لا، بل وقطع العذر على الذين لم يمتثلوا لهذه الدعوة حتى لا تكون لهم حجة عند الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يكون الداعية حقق هدفه سواء آمن الناس أو كفروا. الداعية يكون حقق الهدف سواء الناس آمنوا ولا كفروا، لأنه مش وظيفة الداعية هو هداية الناس في تحويلهم من الكفر إلى الإيمان، ها، أو من الفجور والعصيان إلى الطاعة والامتثال. لا، ليس هو الهدف الأوحد، وإنما هناك هدف آخر وهو قطع العذر على المخالفين للدعوة الذين لم يستجيبوا لها، الذين لم يستجيبوا للدعوة، فيقطع عليهم العذر حتى لا يحتجوا عند الله سبحانه وتعالى، حتى لا تكون لهم حجة عند الله سبحانه وتعالى. ما يقولوش لم يأتينا نذير، لم نسمع بهذا، لم نسمع بالرسالة، لو كنا علمنا لكنا عملنا وغير ذلك، ليست لهم حجة عند الله سبحانه وتعالى. فإذا الداعية بيحقق هدفه سواء استجاب الناس أو إيه، أم لو نستجيب. ولذلك لا ينبغي أن يكون نظر الداعية إلى عدد الذين يستجيبون لدعوته، هل إذا كانوا كثر يستمر في دعوتهم، وإذا كانوا قلة فإنه يعرض عن الدعوة وينتهي عنها؟ لا، هو يمارس الدعوة حتى ولو لم يؤمن به أحد، يستمر في دعوته حتى وإن لم يؤمن به أحد.
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عرضت لي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. يأتي نبي لم يؤمن به أحد، يأتي يوم القيامة أنبياء لم يؤمن بهم أحد، لكن أدوا ما عليهم، انقطعوا العذر على أقوامهم بحيث لا يحتجون عند الله سبحانه وتعالى، لا يحتجون عند الله سبحانه وتعالى بأنهم لم تبلغهم الرسالة. فالداعية ينبغي أن يستمر في دعوته سواء آمن الناس به أو كفروا، سواء استجابوا لدعوته أم لم يستجيبوا لدعوته، ولا ينظر إلى كثرة المتبعين أو قلتهم، بل عليه أن يستمر في هذه الدعوة. فقلنا أن أول من يعني أدخل عبادة الأصنام على العرب، إذا لكن عبادة الأصنام موجودة قبل ذلك، عبادة الأصنام موجودة قبل ذلك من قوم نوح، من قوم نوح، ولذلك بعث الله عز وجل فيهم نوح عليه السلام. فلما الناس يقولوا نوح أول رسول، هو أول رسول إلى المشركين، أول رسول إلى ليه؟ إلى المشركين، لأنه لما حدث الشرك في قوم نوح أرسل الله إليهم نوحا، لما حدث الشرك في قوم نوح أرسل الله إليهم نوحا. إنما كان قبل نوح كان إيه؟ كان الناس جميعا على التوحيد، كان الناس جميعا على التوحيد، كانوا أمة واحدة على توحيد الله سبحانه وتعالى. فلما حدث الشرك أرسل الله سبحانه وتعالى نوح عليه السلام. فأول من أدخل عبادة الأصنام على العرب عمرو بن لحى الخزاعي، عمرو بن لحي الخزاعي، كما جاء في حديث أخرجه الحاكم وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر النار: ورأيت فيها عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، وأشبه من رأيت به معبد بن أكثم الخزاعي. أشبه في الشبه يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى عمرو بن لحي، وإنما رآه في النار، رأى عمرو بن لحي الخزاعي في النار. فقال: ورأيت فيها عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، وأشبه من رأيت به معبد بن أكثم الخزاعي. فقال معبد: يا رسول الله، أتخشى علي من شبهه؟ فإنه والدي، لأنه خزاعي يعني من خزاعة، وهذا جد يعني، والجد والد، فهذا من جدوده الأبعدين. فقال: أتخشى علي من شبهه؟ فإنه والدي، لازم حبقى شبه، أنا الخزاعيين هيكونون شبه واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أنت مؤمن وهو كافر. وهو أول من حمل العرب على عبادة الأصنام، وهو أول من حمل العرب على عبادة الأصنام، وهو عمرو بن لحي الخزاعي. وانتشرت عبادة الأصنام في بلاد العرب حتى دخلت إلى بيوتهم. وكان الإنسان إذا سافر أول آخر ما يمسه في بيته هو الصنم، يتمسح به ويتبرك به، وإذا عاد من سفره أول ما يلقى الصنم فيتمسح به ويتبرك به. وأخذت عبادة الأصنام أشكالا، منها السجود ومنها الطواف ومنها الذبح والنذر لها وغير ذلك من الصور التي عبدت من دون الله. وأيضا من مظاهر الشرك بهذه الأصنام التلبية لها، فكانوا يلبون لها في الحج، فيقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، لا شريك، لا يملك شيئا، كيف يكون شريكا؟ لا يملك شيء، ما عنده شيء، ما عنده، لا يستطيع فعل شيء، فكيف يكون شريكا؟ لكن هذه كانت صور من صور عبادتهم لهذه الأصنام. وأما النوع الثاني من الطغيان الموجود كان منح زعماء المشركين حق التشريع، فكانوا يشرعون لهم الأحكام التي يسيرون عليها، فيحرمون هذا ويحلون هذا، ويحرون يؤجلون الأشهر الحرم وينسؤون فيها، وغير ذلك من الأشياء التي حرموا فيها ما أحل الله سبحانه وتعالى. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله، فيحل ما حرم الله. وسيبوا السوائب، قال في الكلام على السائبة وغيرها، كان هذا من جملة التشريع. وأحكام في القتل والزنا وغيرها كان لهم أحكام في ذلك لم ينزل الله عز وجل بها
من سلطان. فكان الزعماء يشرعون للناس ما ينظمون به حياتهم من غير الرجوع إلى وحي سماوي. وكان بروز دور الزعماء في حياة الأمم ذات الحكومات أكبر مما هو عليه عند العرب الذين كانت تغلب عليهم الحياة القبلية. طبعا هذا كان موجود أيضا في بلاد الفرس وبلاد الروم وغيرها من الممالك التي كانت موجودة في حكومات قوية. كانت الحكومات هي تجبر الناس على الاعتقاد الذي عليه الملك، وكلهم يدينون بدين الملك، وإلا امتحنوهم وقتلوهم وعذبوهم العذاب الشديد. وهكذا كان يعني العرب في الجاهلية لا يستطيع أحد الخروج عن هذه العادات والتقاليد مع ما فيها من الشر ومن المخالفة لما أنزل الله سبحانه وتعالى من الكتب التي كانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يظن الناس أن هؤلاء كانوا أهل فترة. هناك ناس الذين يكونون بين الرسول إلى الرسول الذي بعده، تكون هناك فترة تضعف فيها الدعوة ويقل فيها معرفة الحق ولا يبلغ الناس فيها الرسالة، لا يبلغ فيها الناس الرسالة، يسميها العلماء الفترة. هذه الفترة التي لم يبلغ فيها الناس رسالة من الرسالات، رسالة من الرسالات، يكونون معذورين إذا وقعوا في مخالفة، يكونون معذورين إذا وقعوا في مخالفة. وبعض الناس يجري أحكام أهل الفترة على العرب في الجاهلية، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأنه كان موجود يعني دين إبراهيم كان ما زال موجود، وكان رجل يطوف بالكعبة يقول لا أعرف أحدا على ملة إبراهيم غيري، لا أعرف أحدا على ملة إبراهيم غيري. وكانت النصرانية موجودة واليهودية موجودة، تعرفون أن يعني ورقة بن نوفل كان تنصر في الجاهلية وكان يكتب العبرانية، وكان يكتب العبرانية ويكتب كذلك ينقل العبرانية إلى العربية، فنقل الإنجيل وغيره كتبه بالعربية، وكان امرأة تنصر في الجاهلية. إذن كان هناك كانت النصرانية وكانت اليهودية وكان ملة إبراهيم. فإذا قالوا أن العرب غير ملزمين بملة إبراهيم وبملة موسى ولا عيسى، لأن هؤلاء أنبياء لبني إسرائيل وكان النبي يبعث في قومه، هذا من جهة التشريع، هذا من جهة التشريع، النبي يبعث في قومه ويكون شريعته ملزمة لقومه، هذا في الحلال والحرام وصور العبادات. لكن في العقيدة دين الأنبياء واحد ما بيتغيرش، يعني من دين آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو دين واحد، ودين واحد وهو الإيه؟ الإسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. يبقى ما فيش نبي جيب الشرك، يبقى كن أنت تبع لأي نبي ها، فأنت لا تشرك بالله شيئا، لا تشرك بالله شيئا، لأنه لم يأتي نبي بشرك. وكانت هناك النصرانية واليهودية وملة إبراهيم كانت ما زالت موجودة، دين إسماعيل كان ما زال موجود له أثر، وعلى الأقل أن يكونوا موحدين، لأنه لم يأتي نبي بشرك، والدين لا يتغير، اللي بتتغير الإيه؟ الشريعة. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لكن في الشريعة قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، كل نبي له شريعة في الحلال والحرام، لأن الله سبحانه وتعالى يحل لأقوام ما يحرم على غيرهم، ويحرم على أقوام ما يحل لغيرهم، وذلك لأن الشريعة المراد منها الاختبار، المراد منها الاختبار، ليعلم الله من يطيعه ممن يعصيه ومن يصبر ممن ينقلب على عقبيه. فأما الدين فهو واحد لا يتغير ولا يتبدل. فالذين كانوا قبل الإسلام، الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا أهل فترة، ليسوا أهل فترة، بل هم كفار، بل هم كفار ومشركون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم له، مش إنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فكذبوه كانوا كفارا، لا، ده هم كفار قبل كده، هم أصلا كفار، وازدادوا كفرا بتكذيب الإيه؟ بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فوالدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا مات على الكفر، أبوه وأمه مات على الكفر عليه الصلاة والسلام، على أنهم ليسوا أهل فترة، ليسوا
أهل فترة، وإنما كانوا على على الكفر، وكانوا يعرفون الله سبحانه وتعالى. كانت إذا اشتدت بهم النوازل لجأوا إلى الله، لجأوا إلى الله، حتى إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، يعرفون الله لكن يجعلون معه شركاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل كم تعبد اليوم؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من الرزاق؟ قال الذي في السماء. من المحيي؟ قال الذي في السماء. من الخالق؟ قال الذي في السماء. قال دعك ممن في الأرض واعبد من في السماء. كان الله الخالق والرزاق والمحيي والمميت والمدبر والمالك والحاكم الذي لا معقب لحكمه، فماذا يقدم الذين تعبدهم في الأرض؟ ماذا يقدمون لك؟ ماذا يقدمون لك؟ إذن هم يعرفون أنه يعرفون الله، يعرفون الله، لكن يشركون معه هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. فعبادة الأصنام أخذت صور يعني في حس هؤلاء الكفار، وفي أعطوها حق ليس لهم ولا لغيرهم، بل هذا الحق لله عز وجل وحده ولا شريك له. والحق الثاني ما أعطوه لزعماء الكفار من حق التشريع. وامتلأت قلوبهم بتعظيم الأصنام والخوف منها، وبتعظيم البشر والرهبة منهم، فصارت تصورات الإنسان في هذه الفترة تصورات منحرفة، تصورات منحرفة، لأنه يخشى من هذا الحجر، ويخشى أن يؤذيه وأن يفعل به كذا وكذا، ويقدم له القرابين ويطوف به وكذا، حجر وشجر وشمس وقمر وغير ذلك من الآلهة التي تعبد من دون الله، وخوف من زعماء المشركين أيضا أن يخالفهم في التشريع الذي أوجدوه، فصارت رهبة وخوف من غير الله سبحانه وتعالى، صارت رهبة وخوف من غير الله سبحانه وتعالى، وصار خضوع وامتثال وإذلال لغير الله سبحانه وتعالى، يعني لهؤلاء، لهذه الأصنام ولزعماء المشركين. وبالتالي كان سلوكهم منحرفا نحو عبادتهم لله سبحانه وتعالى، وذلك في عبادتهم للأصنام، وأيضا بالنسبة للطغاة في تقديم مظاهر العبادة الظاهرة لهم، بتقديم رضا الزعماء على رضا الله سبحانه وتعالى، تقديم رضا الزعماء على رضا الله سبحانه وتعالى. يعني أما جاء أبو طالب يموت والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه يدعوه، قال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند ربي. فجاءوه فقالوا له يعني أتدع ملة عبد المطلب؟ أتدع ملة عبد المطلب؟ فقال هو على ملة عبد المطلب، يعني مات وهو يقول أنه على ملة عبد المطلب، يعني لم يقل أنه حتى لم يقل أنا أعبد الله الحق، أعبد خالق الأرض، خالق السماوات، خالق كذا، المهيمن على الدنيا، لا، هو على ملة عبد المطلب، بغض النظر أن تكون صحيحة أو باطلة، لما وقر في قلبه من تعظيم زعماء المشركين، بغض النظر عن أن تكون هذه عبادة ولا غير عبادة، هذه صحيحة ولا غير صحيحة، المهم أن يكون على دين الآباء والأجداد، أن يكون على دين الآباء والأجداد، وكيف يخرج عن دين الآباء والأجداد ويخالف ما شرعه زعماء المشركين من التشريعات الباطلة، من هذه التشريعات الباطلة. فهذا تبين الطغيان هنا كان على جانبين، طغيان في إعطاء حق للأصنام في أن تعبد من دون الله، والعبادة هنا لله عز وجل وحده لا شريك له، فتجاوزوا الحد هم فأعطوا الأصنام حق ليس لأحد إلا لله، وحق التشريع حق لله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ألا تعبدوا، أداة إن، أداة حصر وقصر، إن الحكم إلا لله يعني كل الحكم لله، يعني كل الحكم لله، ما فيش حد له حكم مع الله، والله يحكم لا معقب لحكمه ولا غالب لأمره سبحانه وتعالى. فالحكم كله لله سبحانه وتعالى، هو الذي يحكم سبحانه وتعالى، هو الذي يحكم سبحانه وتعالى. ونحن حين نحكم في الأرض لا نحكم نيابة عن الله، احنا ما نحكمش نيابة عن الله سبحانه، الله ليس غائبا لكي نحكم نيابة عنه، نحن نحكم
بما أمر سبحانه وتعالى وبما شرع على لسان أنبيائه ورسله على لسان أنبيائه ورسله. وهناك فرق بين أن نحكم نحن شريعة الله وبين أن يكون هناك حكم كهنوتي. الحكم الذي هم يسمونه بالحكم الكهنوتي ويرددونه، هم يزعمون أن المسلمين حين يحكمون يحكمون حكما كهنوتيا يسيطرون به عن الناس، فلذلك هم يخافون من المسلمين لأجل هذا. وصحيح أن حكمنا ليس حكما كهنوتيا، الحكم الكهنوتي هذا كان معروف عند النصارى وهو موجود عند النصارى، وهم يحكمون نيابة عن الله، هم يحكمون نيابة عن الله، بمعنى أنهم يحرمون الشيء والله لم يحرمه، ويحلون الشيء والله لم يحله، ويحكمون في الشيء بغير حكم الله، ويزعمون أن ما حكم به هؤلاء ما حكم به هؤلاء يحكم به الله في السماء، وكأن الله تابع له، فما أحلوه يحله الله في الإيه؟ في السماء، وما حرموه يحرم الله في السماء. ولذلك لهم مجامع يجتمعون فيها، لهم مجامع يجتمعون فيها الرهبان والقساوسة والبطارقة وغيرهم، فيجتمعون في كل 10 سنوات يعقدون اجتماعا يحلون فيه أشياء ويحرمون فيه أشياء، يحلون فيه أشياء ويحرمون فيه أشياء، ويعتمدون على أشياء في ديانتهم تكون مقدسة لا ينبغي لأحد التعرض لها، ويزعمون أن الله يقر هذا اللي هم يتفقوا عليه، أن الله سبحانه وتعالى يقر. لكن المسلمين ليسوا كهنوتيين، نحن لا نحل أشياء ولا نحرم أشياء، نحن نحل ما أحله الله ونحرم ما حرمه ليه؟ ما حرمه الله، لا نحل شيئا من عندنا ولا نحرم شيئا من عندنا، فالحلال عندنا ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وما سكت عنه فهو عفو. هذا ما أصله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه الشرع، ما سكت عنه القرآن وسكتت عنه السنة فهو عفو، فهو عفو. هذا شيء مباح لأن الشرع لم يتعرض له بتحريم، ونحن بما جاء في كتاب الله نحكم. الذي قال الله عز وجل عنه حرام نقول عنه إيه؟ حرام، والذي قال عنه حلال نقول عنه حلال، وما سكت عنه نقول أنه عفو. فكيف يكون الحكم الإسلامي حكما كهنوتيا؟ لا نحكم نحن حكما كهنوتيا، ولا نحن نحكم نيابة عن الله، ولا نحكم نيابة عن الله، نحن نحكم بما، وكما قال الله تعالى للنبي وأن يحكم بينهم بما أراك الله، ما قالوش احكم بما عندك، بما أراك الله، سواء كان في الكتاب أو في السنة. وهذا يفترق عن، لأن الغرب عنده تصورات، عنده تصورات عن ديانتهم الباطلة يحاول إنزالها على ديانة الإيه؟ الحق. يقول لك نحن لا نريد العودة إلى الوراء، إلى عصور الظلام. عصور الظلام دي عصورهم هم، عصور الظلام دي عصورهم إيه؟ عصورهم هم، اللي هي العصور الوسطى اللي كان فيها سيطرة الكنيسة على الحكم، واللي كانوا يقتلوا فيها العلماء، وكانوا يعتقدون أشياء ثم يجعلونها مقدسة وكأنها وحي، ثم يتبين خطأها فمن قال بخطأها قتلوه، ها، ولأنهم يدعون أن هو ده طعن في الإيه؟ في المقدس. المقدس هذا لم ينزل من السماء، ده هم اللي بيجتمعوا يقولوا أشياء حتى عن الفلك وعن الكون وعن كذا، يتبين خطأها إذا ظهرت الاكتشافات العلمية، تبين خطأها، فالذي يقول بخطئها يبقى بيطعن في الكتاب المقدس، وبالتالي يقتلونه، وبالتالي يقتلونه. فكانت هذه هي عصور الظلام عندهم. لكن احنا إذا رجعنا إلى الوراء فنرجع إلى عصور النور. احنا بالنسبة لنا الوراء ده عصور الايه؟ عصور النور وليست عصور الظلام. فيقولك لا ما ترجعش الوراء، انت ما ترجعش الوراء، انت ما ترجعش الوراء، لان انت وراك ظلام، لكن انا ورايا نور، انا لازم ارجع لايه؟ للخلف، لأن الخلف هو الجانب المضيء في حياة هذه الأمة، هو الجانب المضيء في حياة هذه الأمة. فبالتالي هناك فرق بين ما يمكن إنزاله على
النصارى في الغرب وممكن إنزاله على المسلمين، لأن هذا لا ينطبق علينا، ما يقولونه هذا لا ينطبق علينا. النبي صلى الله عليه وسلم سلك مسلكين، مسلك التخلية ومسلك التحلية. التخلية هو إبطال مذهب أهل الباطل، ولم يقف النبي صلى الله عليه وسلم يسب هذا ويشتم هذا ويتعرض لكذا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أبطل مذهبهم بالحجة والبرهان، أبطل مذهبهم بالحجة والبرهان، وبين صحة ما عنده بالحجة أيضا والإيه؟ والبرهان، بالحجة أيضا والبرهان. وبالتالي احنا نجد بعض الدعوات يقوم صاحبها يسب هذا ويتهم هذا ويدمر هذا ويفعل هذا، وليس عنده بضاعة يعرضها، وليس ما عنده بضاعة يعرضها، يقوم على هدم الآخرين بالسب والشتم والجرأة عليهم ومحاولة هدمهم وتكسير هذه الرموز ليظهر هو. لكن أين بضاعته هو؟ ما عنده بضاعة يعرضها، ما عندوش بضاعة يعرضها. هو لو صاحب حق، هو لو صاحب حق يعرض بضاعته ويبين الأخطاء الموجودة عند الآخرين دون التعرض لهم، دون التعرض لهم، فالناس تسمع منه وتسمع من غيره ويتبين الحق، لأن الحق عليه نور، الحق عليه نور، والإنسان إذا عرف الحق عرف أهله. فالدعوة ليست في تحطيم الآخرين، ليست في تحطيم الآخرين بالسب والشتم والإيذاء، وإنما هي في إبطال ما هم عليه بالحجة والبرهان، بالحجة والبرهان. نفند الأمور التي عليها أهل الشرك وننظر كيف سار النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الاتجاهين، الأول وهو إبطال مذهب الكفار، والأمر الثاني هو يعني عرض ما عنده من الوحي الذي جاء به جبريل عليه السلام في بيان هذه العقيدة الناصعة النقاء، والتي يعني كل من سمعها استجاب لها. فالمسلك الأول ما قام به من تحقير الأصنام وتسفيه عبادتها وإظهارها بمظهر العاجز الذي لا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع، وقد نزلت في هذا المعنى آيات كثيرة. يعني هنا تحقيرها وتسفيهها ما هو مش بالسب ولا بالشتم، انك انت لما تشتم إله واحد يسب ايه؟ إلهك، يسب إلهك، إذا سببت إلهه سب إلهك، فتكون جلبت السب لإلهك. فلكن التسفيه هنا في بيان أنها لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر، يعني بعرض الحجة والبيان، بحيث أن الناس عندما تسمع تعرف أن هذه فعلا معبودات سفيهة وحقيرة ولا تستحق شيئا من هذا كله، ولا تستحق شيئا من هذا كله. فمن ذلك قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذا عرض، هذا عرض عليهم، أنتم تشركون مع الله سبحانه وتعالى ما لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، فكيف يكون الخالق معبود، المخلوق معبود، كيف يكون المخلوق معبود، وكيف يكون المخلوق شريك مع الخالق الذي خلقه وأوجده، الذي خلقه وأوجده. فقال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يعني هذه الأصنام لا تستطيع نصر هؤلاء الناس، ولا يستطيعون نصر أنفسهم، وهم لو يعني لحظة واحدة وقفوا مع أنفسهم يعرفون هذا. يعني إبراهيم عليه السلام لما كسر أصنامهم قالوا: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: فعله كبير ماذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا على سبيل السخرية والاستهزاء، هذا ليس كذب من إبراهيم، وإبراهيم لم يرد أن يقول لهم إن الصنم ده هو اللي كسرهم، لأن هذا لا يخفى على عقل، هذا الشيء لا يخفى عليه على عقل، هذه الأصنام لا تستطيع فعل شيء. لكن أراد أن يسخر منهم، فقالوا له: من الذي فعل هذا بآلهتنا؟ قال لهم: الصنم ده هو اللي كسر الأصنام. اسألوه كده، اسألوا مين، يتكلم مين، هذا لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا. فهو أراد لفت أنظارهم إلى قضية أن هؤلاء لا يسمعون ولا يبصرون ولا يملكون
نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يستطيعون دفع الضر عن أنفسهم، فكيف يدفعون عنهم هم الضر؟ أراد هذا لفت النظر إلى هذه الحقيقة. لكن الشيطان تمكن منهم وملكهم، ومع ذلك هم يعرفون كل هذا، أصروا على عبادة هذه الأصنام وعلى إلقاء إبراهيم في النار. قالوا ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. فهذا المسألة، شوف إبراهيم بيعرض عليهم لفت أنظار. طب اسألوا الصنم ده، طب هم عارفين الأصنام هذه لا تتكلم ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيء. وهكذا كان العرض الذي عرضه النبي صلى الله عليه وسلم والذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليه عرض أي عقل يسمعه لابد أن يعرف بطلان عبادة الأصنام. فقال ربنا سبحانه وتعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليهم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. لأنه تمكن منهم الباطل فأعماهم، تمكن منهم الباطل فأعماهم، فيصبح القلب أسود منتكس مربادة كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يصبح القلب على هذه الهيئة، لا يقبل هذا الحق، لأنه لا يعرف لا حق ولا باطل إلا ما أشرب من هواه، لأنه قلب منتكس وأسود، يعني لا يتصور وصول النور إليه ولا بقاء النور في داخله، لأنه منتكس مقلوب، لأنه منتكس مقلوب. والرؤية عنده معكوسة، يرى الحق باطلا والباطل حقا من سواد قلبه ومن انتكاسه، ومن انتكاس القلب. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقون، قضية معروضة. أنتم تقولون إن هذه آلهة، ادعوهم فليستجيبوا لكم، ادعوهم فليستجيبوا لكم. هم لا يستجيبون، إذن ليسوا آلهة، ليسوا آلهة، لأن الدعاء هذا مشتمل على قضايا عظيمة جدا في تعظيم الله سبحانه وتعالى. أولا كونك ترفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى تقول يا رب، إذن أنت تؤمن بوجود الله، أنت تؤمن بوجود الله، وتؤمن بأنه يسمعك، وتؤمن بأنه مالك، وتؤمن بأنه غني، لأنه الفقير لا يعطي شيئا، وتؤمن بأنه غني، وتؤمن بأنه جواد، وتؤمن بأنه كريم، وتؤمن بأنه قدير، لأنه لكي يصل إليك بهذه الأشياء لابد أن يكون قدير عشان يجيب دعوتك. أنت تدعو تسأله شيئا، لكي يجيبك لابد أن يكون قدير. وتؤمن بأنه في السماء، لأنك ترفع يديك إلى السماء تقول يا رب يا رب. لو ربنا في كل مكان ترفع يديك للسماء، مش معنى السماء مش معنى السماء ترفع يديك إلى. وهذا شيء مفطور عليه الإنسان، أول ما يقول يا رب يرفع وشه لفوق. حتى اللي بيقولوا الله إن الله في كل مكان، حتى الناس الأصحاب البدع اللي بيقولوا إن الله في كل مكان، لما يقول يا رب يرفع وشه إلى السماء، حتى البهيمة إذا ضربها صاحبها رفعت وجهها إلى السماء، ترفع وجهها إلى السماء تستغيث بالله سبحانه وتعالى. فحتى البهائم تعرف أن الله في السماء، مش الآدميين فقط. فهذا كله مجموع في قضية الدعاء، مجرد رفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، وتظهر فقرك إلى الله سبحانه وتعالى، وعجزك إلى الله عز وجل، وحاجتك إلى الله سبحانه وتعالى، وعدم استغناءك عن الله، قضايا كثيرة جدا في قضية الإيه؟ في قضية الدعاء. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. قضية مطروحة، ادعوهم، أنتم صادقين ادعوهم فليستجيبوا لكم، لكن هل هم يسمعون هذا ولا يستجيبون ولا يعتبرون ولا شيء من هذا؟ وقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. طب ليه؟ لما أنت راجل تريد الحق اسمع هذا ثم رد عليه، لو عندك حجة وبيان رد على هذا الكلام. ليس عندهم ردود، لا يمكن أن يكون هناك ردود على هذه الآيات بهذا السرد والعرض المعجز.
هذا عرض معجز من الله سبحانه وتعالى في هذا. يقول الله سبحانه وتعالى: ألهم أرجل يمشون بها؟ اللي بتعبدون من دون الله دون، ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. ادعوا شهداءكم ثم كيدوني، أوقعوا بي ما تريدون إيقاعه بي إن كنتم تستطيعون ذلك، ولا تتأخروا في هذا، ولا تتأخروا في هذا إن كنتم تستطيعون فعل ذلك، أنتم وأصنامكم هذه التي تعبدون من دون الله. فهذا عرض، هذه الأصنام لها أرجل تمشي بها؟ لا. لها أيد تبطش بها؟ لا. لها أعين تسمع بها؟ لا. لها أذان تسمع بها؟ لا. كيف تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنكم شيئا؟ يعني كيف تعبدونهم من دون الله؟ هذا السؤال مطروح عليهم لكي يسأل الإنسان نفسه لماذا يعبدونهم وهم على هذه الهيئة من العجز، وهم على هذه الهيئة من العجز. قال: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. هذا عرض. الآيات هنا كلها في سير إبطال ما عند المشركين من الباطل، نحن نبطل ما عند المشركين من الإيه؟ من الباطل. وقوله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن هذا إبطال أيضا لما عندهم من الباطل، أنهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف يعبدون من دون الله؟ وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. من الذي جعلهم شفعاء عند الله؟ قل أتنبئون الله بما لا يعلم؟ من الذي أنبأكم أنهم شفعاء عند الله؟ هل عندكم وحي بهذا؟ هل جاء رسول بهذا أن هذه الأصنام شفعاء عند الله سبحانه وتعالى؟ ما عندهم شيء. وقال ربنا سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هو اللحافة البيضاء التي على نواة البلح، نواة البلح من الداخل تلاقي عليها لحافة بيضاء رقيقة جدا على نواة البلح. فالله سبحانه وتعالى يقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما يملكوش حتى دي اللي ليس لها قيمة، ملهاش أي قيمة، لا تباع ولا تشترى ولا أحد ينظر إليها ولا أحد يأكلها حتى. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إنما الملك كله لله سبحانه وتعالى. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذا دعوتموهم لا يسمعونكم، إذا أنت دعوت هذه الأصنام لا تسمع، وفرضا جدلا سمعت، خلينا معاك إلى الآخر مع أن تسمع، إذا سمعت حتى لا تستجيب، ولو أردت أن تستجيب ما عندها شيء تعطيك، ما تملك شيئا، ما تملك حتى القطمير، وفاقد الشيء لا يعطي. أنت تيجي تسألني تقول لي اعطيني 10 قروش، هذا مبلغ زهيد، وأنا أريد أن أعطيك، سمعت سؤالك وأريد أن أعطيك، لكن ما معي شيء، كيف أعطيك؟ كيف أعطيك؟ ما عندي شيء، فاقد الشيء لا يعطي. وبالتالي هذا العرض القرآني يقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما عندهمش شيء، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما عندهمش شيء يعطونكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك
مثل خبير. وقوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ثم يعرض عليهم قضية تبين ضعف إيه؟ ما هم عليه من الباطل. ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو الدنيا كلها اجتمعت عشان تخلق ذبابة ما يقدروش، لا يستطيعون خلق هذه الذبابة. وإلى الآن الآن صنعوا صواريخ وطيارات وأشياء وطلعوا القمر وأقمار صناعية وكل التقدم اللي انتوا شايفينه، لا يستطيعون ايه صنع ذبابة، ما يقدروش يصنعوا ذبابة على أن يكون فيها من التكوين الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لا يستنقذوه منه. يقال في حقيقة علمية أن الذباب إذا وضع يعني أقدامه على شيء فحمل شيء من الطعام أو من غيره، فإنه بمجرد إقلاعه عنه يفرز مادة تغير حقيقة المادة التي التصقت به، فأنت حتى لو أخذتها منه تأخذ مادة غير المادة الذي أخذها، يعني أنت ما تصل إلى أن تستنقذ منه ما أخذه. لو وضع قدمه في شيء وأخذ شيء أنت ما تستطيع استنقاذه منه لأنه يتحول إلى مواد أخرى عن طريق كيماويات في جسد هذه الذبابة الدقيقة التي تراها أنت. ويقولون أنه الذباب من أغلس الحشرات الطائرة، يعني لأنه يقولون أصله سمي ذباب لأنه كل ما ذببته رد، كل ما تذبه إيه يرد، تعمله كده يجي، تعمله كده يجي، تعمله كده، فيقال ذباب من كثرة ذبه وعودته مرة يعني أخرى. فهذا طرح لبيان ما هم عليه من الضعف. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا من ضعف الطالب والمطلوب. ضعف الطالب والمطلوب، الذباب ضعيف وهم أضعف يعني في ما هم عليه من الباطل. وقول تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. أنت تقولون أنها هذه آلهة، شوف الطرح، مش بيتعرض، مش بيقول له لا، يقول له إله، يقول له لا مش إله، لا ده مش إله، ده كذا وكذا، والسب ويشتمه، لا هذا طرح، يعني الطرح فيه إعجاز في العرض. أنت تقول أنه إله وأنهم شركاء لله، فيأتي الكلام قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، أنتم تزعمون أنها آلهة، أروني ماذا خلقوا من الأرض. خلقوا إيه هم؟ خلقوا شجرة، خلقوا حجر، خلقوا رمل، خلقوا الإنسان، خلقوا حيوان، خلقوا جان، خلقوا حشرة، خلقوا سمكة، خلقوا ماء، ماذا خلقوا؟ ماذا خلقوا في الأرض؟ ما خلقوا شيء. أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ أم لهم شرك في السماوات؟ مشاركين في السماء؟ أم لهم شرك في السماوات؟ الإجابة هتبقى كلها بالإيه؟ بالنفي، لا ما خلقوش حاجة في الأرض، لا ما لهمش شرك في السماوات. أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه؟ لا أيضا، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. فكان كذلك، ليس هذا ولا ذاك، فلماذا تعبدونهم من دون الله؟ أن بعضكم يعد بعضه غرورا وليس له حقيقة في الوجود، ليس له حقيقة في الوجود. وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. الظهير اللي هو المعين، الظهير اللي هو المعين، يعني الله سبحانه وتعالى يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. لا هم يملكوا ولا شركاء حتى في ذرة، لا يملكوا ذرة ولا شركاء في إيه؟
في ذرة، وما له منهم من ظهير، يعني ربنا ملوش معين، ملوش معين سبحانه وتعالى، هو الغني والناس فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، وهو القوي والناس ضعفاء، والناس ضعفاء ومحتاجين إلى الله سبحانه وتعالى، لا يستغنون عن الله طرفة عين، والله سبحانه وتعالى هو القائم عليهم سبحانه وتعالى بما ينفعهم ودفع عنهم ما يضرهم، وهم لا يستطيعون جلب نفع لأنفسهم ولا دفع ضر عن أنفسهم، فلهم في حاجة إلى دائمة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات بهذا العرض فيها بيان عجز هذه الأصنام عن أن تكون آلهة تعبد من دون الله. العرض ده فيه سب، فيه شك، فيه شك، فيه كلام موجه إلى العقلاء، إلى من يفهمون، إلى من يفهمون. أنتم عندكم أصنام تعبدونها، طيب هذه عرض، هل يسمعون، هل يبصرون، هل يمشون، هل يبطشون، هل يستطيعون نصر أنفسهم، هل يستطيعون نصركم، هل له شركاء في السماوات، هل شركاء في الأرض، هل خلقوا شيئا في السماوات، هل خلقوا شيئا في الأرض. هذا عرض، الإجابات كلها تكون بالنفي. طب كيف مع أنكم تجيبون بالنفي تعبدون هذه الأصنام؟ لماذا؟ ما هو الذي يجعلكم تعبدون هذه الأصنام؟ هذا قبل أن نعرض إيه بضاعتنا، لازم نهد الباطل الأول، وبعدين نبني على إيه، على نظافة، نبني على نظافة، علشان العقائد الباطلة كلها تتهدم في نفوس الإيه، في نفوس هؤلاء المشركين. فهذا هذه الآيات فيها بيان عجز الأصنام وعدم أهليتها لأن تكون آلهة تعبد من دون الله تعالى، حيث فقدت الحواس والأعضاء اللازمة لكل حي يتحرك ويعمل، لكل حي يتحرك ويعمل، فضلا عما هو فوق ذلك مما هو من خصائص الإله القادر كالإيجاد من العدم والملك المطلق لكل ما في السماوات والأرض. وليس المقصود بنقد عبادة الأصنام وتحطيم طغيان الكفار أن يقوم المسلمون بسب تلك الأصنام، يعني في هذا الوقت، فإن السب لا ينتج تحطيما لشيء وقر في النفوس من تعظيمها، إنه هو كان وقر في نفوسهم التعظيم، فأنت لو سببتها تزيد الحنق والحقد والإيه، بغير أن تستطيع أن تصل إلى تحطيم ما في نفوس هؤلاء إلا بأن تقتلعه بالحجة والإيه والبرهان. وإنما هذا يعني سبها يدفع عابديها إلى شيء من رد الفعل، فيسب الله عدوا بغير علم. ولذلك قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالسب والشك نزول في مجال الجدل، أما تلاقي واحد بيسب ويشتم ويعلي صوته وكذا تعرف أنه معهوش حق، تعرف أنه ده إيه، معهوش حق، ده بتاع باطل وعايز ياخد حاجة مش بتاعته. تلاقي واحد بيزعق في الشارع كده عمال يهلل وتعرف ان ده معهوش حق، لو معاه حق ما يحتاجش للايه، للزعيق. اهل صاحب الحق قوي، قوي بالحق اللي عنده، وعنده قدره على عرضه، عنده قدره انه يعرض العرض، هيجيب الناس يقول لهم والله حصل كذا 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 كذا، يقول له ده فلان غلطان، انما طالما بيهيص كده ويبنبك يبقى ده تعرف ان ده معهوش حق، ده عايز ياخد شيء مش بتاعه، مش من حقه. ولذلك اهل الحق عندهم يعني الهدوء والسكينه، لان اقوياء بالحق اللي معها، الحق نفسه فيه قوه، الدين هذا قوي جدا، الدين هذا قوي جدا، وبيعمل في كل الاماكن. يعني قرات خبر النهارده مثلا حارس من الحراس الامريكان في سجن جوانتينامو اسلم على يد المساجين المكبلين اللي يسمح لهم بالكلام ولا بشيء من هذا، لكن كان يحرسهم، كانوا بيكلموا بعض من الايه، من الزنازين في الليل، وهو كان بيحرس فكان يسمع الكلمات، هو في مره يسالهم ومره يستفسر، وبعدين يجد اخوانه كلهم قاعدين في الايه يشربوا خمره ويعني ويلهوا ويعبثوا فواحش وكذا، ويشوف هؤلاء الناس مع هذا السجن اللي هو بيحكي عنه، هو نفسه بيحكي عنه ان هو كان نفسه مسجون، يعني الجندي هذا الحارس كان نفسه مسجون، وكان بيحكي عنه انه سجن بغيض جدا،
ويقول رغم كل هذا لم تتغير عقيدة هؤلاء، فلا بد أن يكون معهم حق، يكون عندهم قوة، يكون عندهم قوة. فهذا الدين قوي بنفسه، يعني الدين نفسه قوي والحجة فيه قوية، بغض النظر عن أن احنا يعني نحمله إلى الآخرين أو لا نحمله، هذا دين الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يدخل فيه من يشاء من عباده، يتفضل ربنا سبحانه وتعالى على من يدخله في هذا الدين ومن يحمل اسم هذا الدين وهو الإسلام. فهذا دين قوي بنفسه، فصاحب الحق ما يحتاج إلى أن يسب ويشتم وكذا، لكن حسن العرض، حسن عرض ما عنده من البضاعة، فإن هذه تؤثر في الآخرين. فالسب والشتم نزول في مجال الجدل، ولا يقوم به إلا من فقد الحجة والبيان في الدفاع عن قضيته. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه الله تعالى أعلى البيان البشري وأبلغ الحجة مع ما هو مؤيد به من الوحي الإلهي العظيم. فهذا النقد للآلهة الباطلة ليس من باب السب ولا الشتم، وإنما هو من باب النقد المشتمل على الحقائق، النقد المشتمل على بيان الحقائق. ومن هذه الحقائق أن الأصنام عاجزة عن خلق الأشياء من العدم، وأنها لا تستطيع نصر عبادها ولا نصر أنفسها، وأنها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وهي غير قادرة على منح عبديها هذا، وأنها لا تستطيع إماتة الناس ولا إحيائهم، وأنها لا تملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فهذه الحقائق الناصعة لا يستطيع الكفار أن يجيبوا عنها إلا بالإقرار، نقوله هذا حق، هذا حق أن الأصنام ما تملك هذه الأشياء، والاعتراف بصدق ما جاء في القرآن من وصف أصنامهم، بينما لا يستطيعون أن يصفوا الله جل وعلا بتلك النقائص. يعني إحنا استطعنا أن إحنا نصف آلهتهم بكل هذه النقائص، وهم لا يستطيعون وصف الله عز وجل بهذه النقائص، لأنهم يقرون بتوحيد الربوبية. يعني المشركين يقرون بتوحيد الربوبية، يقولون أنه في رب، في خالق، في رزاق، في محي، في مميت، يقولون هذا، لكن يقولون أنه لا يقولون بوحدانية العبادة، وحدانية الآلهة، إنما يجعلون مع الله آلهة، إنما يجعلون مع الله آلهة. والمسلك الثاني اللي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم القيام بتحطيم طغاة الكفار الذين كانوا يتزعمون قومهم ويشرعون لهم القوانين التي يسيرون عليها في هذه الحياة، حيث إن الطغيان في ذلك الزمن يتمثل في شرك العبادة، وذلك بعبادة الأصنام من دون الله تعالى، وفي شرك الطاعة، وذلك بطاعة السادة والزعماء الذين يشرعون للناس من دون الله. فهذا كان فيه شرك في العبادة وفي شرك في الطاعة، وكان هذا موجود عند المشركين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سلك المسلكين في هذا. احنا نؤجل هذا المسلك الآخر للمرة القادمة، وحنكمل يعني معها مواقف من هجرة النبي، من هجرة المسلمين إلى الحبشة. في هجرتي الحبشة المسلمون هاجروا إلى الحبشة مرتين، نذكر أيضا العبر والمستفادة من هجرة المسلمين إلى الحبشة. يكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله.